السلام عليكم اخواتاتي، اليوم نريكم صفصفه خفيفه وظريفه هي الجزر. نعرفوا حنا السعوديه في بلاد الجزائر وفي المشرق كامل الجزر من شرفها كل واحد وش حياته له. هذه الوصفه الاولى، ومازال ان شاء الله من ان شاء الله الايام الجايه نكون وصفات واحد اخرين. ناخذوا الجزر نقطعوا اخواتاتي هكذا ونطيبوه في الماء فوق النار حتى يغلينا، حتى الموس كديروه هكا سيبو حطابت حبه الجزر. بعدا واش نديرو في الوصفه؟ نديرو لها شويه ثوم، شويه كرويه، شويه عكري وملح وطوماطيش كونسونطري هي اون بواط، ونزيدوها شويه بنعدوس هو البقدونس. نبداو على بركه الله. شوفو خوتاتي، ناخذ الثوم هو الاول، نديرو فيه قليل من الزيت هكذا كيما راكم تشوفو. وصفه خفيفه ومليحه، تولينا فيها ان شاء الله رمضان، ان شاء الله الصيف لو جاي ان شاء الله. ناخذ قليله من الكرويه وقليله من العكري، واللي يحب الحار يزيد الحار. هايلا نحطوهم نزيدو لها قليلا من الطماطم، نزيدو قليل من الطماطم كونسونطري خواتاتي، نزيدو لها شويه مليقه هكذا تجينا الله الله مجمره اللي يحب لها الحار. هي ديجا طيبت لي، نزيدو غير مع المريقه هذيك تجينا تشهي. بعد نزيدو شويه ونخليها تتجمد اللي يحب لها الحار يدلها الحار، ومن بعد نوريها لكم في وصفه التقديم. جاتي الله الله تشهي. ناخذ شويه بقدونس هو المعدنوس، نشبحوها به هكذا تنتكل ساخنة ولا باردة كي شغل السلطة. شوف خوتاتي، وان شاء الله بصحتكم بصحتي، وان شاء الله ما تنساوش تفعلوا الجرس وديروا اللايك وبقاو على خير للفصل القادمة ان شاء الله.